السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على العطشان الغريب، السلام على خامس أصحاب الكساء، السلام على المغسل بالدماء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. سلام الله عليكم أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. أحبيب أنت إلى الحسين حبيب، إن لم ينط نسب فأنت نسيب. يا مرحبا بابن المظاهر بالولا، لو كان ينهض بالولا الترحيب. شأن يشق على الضراح مرام، بعدا وقبرك والضريح قريب. قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها، وأب أغر نجيب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء مضروب بأبي المفدي نفسه عن رغبة لم يدعه الترهيب، والترهيب لم يدعه الترغيب، والترهيب ما زاغ قلبين من صفوف أمية يوم استطارت للرجال قلوب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا، كيف التوى ذاك اللواء مضروب لله من علم هوى، وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب. إلا تناول الحبيب العلم من شف الشفوية، هزهب يمين وقال طابت للمني، أنا عايف حياتي والوطن لجلك يا صنديد،
تشهد صناديد الحرب عند الحرب عيد نموت بمعزة ولا نعيش بطاعة يزيد وطاعتك يا ابن النبي فرض علي والله يا ابو السجاد انا لو قطعوني بالسيف والخطي وبالنار احرقوني واذروا عظامي وبالهوى وتالي انشروني 70 مرة هالفعل يجري علي والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلها فدالك وكل شيعتك تفنى ولا تهتك والتفت لاصحابه وعبره تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعوا باكر بهالعرصه يثور الحرب ولكم وليكون سادتكم بنو هاشم يحم إلا عقب ما ننفني كلنا سوي ما حال العباس وهو يسمع بنخوات حبيب قال البطل عباس ما ترضى شيم المطلوب أخونا والحرام كلها حرم باكر لثار الكون يتقدم علم منشور بيدي واخوتي تمشي في قال الشهيد حسين يا ضنوات يا ضنوات الكرام خلها يا اخو قدامنا خلها يا اخويا تفوت تفوت الانصار منا ومنهم يا الأخو تتقصف أعمار وتالي النهار خيامنا تبقى خلي ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون لأجل سلامة إمامنا صاحب العصر والزمان وتعجيل فرجه الشريف ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد انتهى بنا الحديث في المجلس السابق إلى بيان أحد الأسباب الرئيسية في طول غربة الإمام صاحب العصر والزمان لذكره أشرف الصلوات ذكرنا
أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى غربة المعصومين سلام الله عليهم هي حالة الكسل والفتور عند شريحة ليست بالقليلة من المحسوبين أنهم من أتباعهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث ذكرنا أن هذه الفئة تعيش حالة الكسل والفتور عن أداء الواجبات، عن أداء الفروض، عن أداء المهام الموكولة إليها. طول غيبة الإمام سلام الله عليه أحد أسبابها أن الفئة الموالية، لا نتحدث عن أعداء الإمام، لا نتحدث مع من لا يعتقد بالولاية للإمام سلام الله عليه، الحديث موجه إلى من يعتقد بالولاية للإمام سلام الله عليه، حتى الإمام سلام الله عليه في مكاتبة الشيخ المفيد كما قرأنا مقطعا منها بالأمس خطابه موجه للفئة الموالية، لو أن أشياعنا، الإمام خص الخطاب بهذه الفئة، لو أن أشياعنا وفقهم الله تعالى لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لنا لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا. إذن الخطاب موجه إلى هذه الفئة، هذه الفئة للأسف الشديد أصيبت، طبعا ليس الكل، أنا لا أتحدث عن المجموع والكل لا، ولكن أتحدث عن شريحة واسعة جدا تعيش حالة الفتور في العلاقة مع الإمام سلام الله عليه، تعيش حالة الكسل. الإمام الرضا سلام الله عليه في دعائه للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف يقول: ولا تبتلنا في أمره، يعني في أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا تبتلنا في أمره بالكسل والضجر، بالكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك. لاحظوا الإمام من ماذا يحذر؟ يحذر من الكسل، يعني في أمر الإمام صاحب العصر والزمان على المؤمن أن يرفع حالة الكسل. ولا تبتلينا في أمره بالكسل، حالة الكسل حذرت منها النصوص كثيرا، إذا تراجعون روايات أهل البيت سلام الله عليه تجدون عشرات الأحاديث تحذر من حالة الكسل، لأن الكسل مضر، لا يضر فقط بآخرة الإنسان بل يضر حتى بدنياه. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: الكسل يضر بالدين والدنيا، حتى دنيا الإنسان تتأثر بالكسل. التاجر الكسلان لا يمكن أن يصل إلى الأهداف المرجوة، المحصل الكسول لا يمكن أن يحصل على العلم الغزير، العامل الكسول لا يمكن له أن ينجز العمل على أحسن وجه، هذا شيء طبيعي. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن، والوصية ليست للإمام الحسن، لا، وصية لي ولك، يقول صلوات الله وسلامه عليه: أي بني إياك والكسل والضجر،
فإنهما مفتاح كل شر. يحذر الإمام سلام الله عليه من حالة الكسل. النبي صلى الله عليه وآله كما في الرواية يستعيذ بالله عز وجل من الكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والضجر والكسل. فالصحيفة السجادية، إذا تراجعون الصحيفة السجادية تقفون على هذا المقطع من دعاء للإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول: ولا تبتلني بالكسل عن عبادتك. إذن حالة الكسل حالة مرفوضة، المؤمن لا يعرف الكسل، المؤمن كتلة نشاط، حيوية، عنفوان. الكسل له مناشئ، فما هي مناشئ الكسل؟ ليش الإنسان يصاب بالكسل؟ سأتحدث عن ثلاثة مناشئ. هذه الأمور ينشأ منها الكسل، يتولد منها الكسل. تعبير التولد تعبير ساقه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أحد أحاديثه، سيأتي الحديث إن شاء الله بعد قليل. للكسل مناشئ، أول منشأ من مناشئ الكسل عدم المعرفة. متى يأنس الإنسان بالشيء؟ إذا عرفه، إذا لم يعرف الشيء لا يأنس به. ليش الأولياء يقبلون على طاعة الله عز وجل؟ شايفين الأولياء يتلذذون بعبادة الله، لماذا؟ لأنهم عرفوا الله عز وجل. في دعاء الجوشن، حتما سمعتم بدعاء الجوشن أو قرأتم دعاء الجوشن خصوصا في ليالي القدر: يا أنيس العارفين، يا أنيس المريدين. شوف الذي يأنس هم العارفون، شوفهم يتلذذون بطاعة الله عز وجل، بينما غير هؤلاء لا تشوف أصلا. الصلاة هي التي لا تستغرق إلا 10 دقائق ثقيلة جدا عليه، لأنه لا يعرف فلسفة الصلاة، لا يعرف حقيقة الصلاة. وحينما أقول معرفة يجب أن تلتفت جيدا، لا أعني بالمعرفة المعرفة النظرية. المعرفة النظرية ما تحرك الإنسان ولا تصنع الإنسان، مجرد معلومات يختزنها هذا الإنسان في ذهنه، ما فائدته؟ شوفوا المعرفة، حينما أقول معرفة أعني بها المعرفة التي يلتزم صاحبها بلوازم، هذا المقصود بالمعرفة. أما معرفة لا يلتزم هذا الإنسان بلوازمها فما الفائدة فيها؟ أنا حينما أعرف النار محرقة لذلك لوازم، مثل من لوازم هذه المعرفة الابتعاد عن النار. إذا أعرف أن النار محرقة في ذهني، أعرف النار محرقة ولكن لا أبتعد عن النار، إذن ما فائدة هذه المعرفة؟ حينما أعرف أن الكذب قبيح، هل معرفة لها لوازم؟ ومن أبرز تلك اللوازم اجتناب القبيح. فإذا أنا أعرف في ذهني أن الكذب قبيح لكن أتعاطى الكذب في حياتي، ما فائدة إذن هذه المعرفة؟ تفتوا جيدا، شوفوا النصوص الشريفة حينما تؤكد على المعرفة لا تعني بذلك المعرفة النظرية، معلومات مجرد يختزنها الإنسان في ذهنه، هذه ما تحرك الإنسان ولا تصنع الإنسان، قد تكون مقدمة لصناعة الإنسان. نعم، ولكن المعرفة الحقيقية هي التي يلتزم الإنسان بلوازمها، أما مجرد معلومات في الذهن لا قيمة لها. إبليس عليه ما عليه من لعائن الله، أعرف مني ومنك. إذا مسألة معرفة نظرية، إبليس أعرف مني ومنك. بعض الروايات تقول كان إبليس خطيب الملائكة، يخطب في الملائكة مدة طويلة. الإمام أبي المؤمنين يقول 6,000 سنة كان إبليس مع الملائكة تعبد الله.
ويخطب فيه خطيب الملائكة. بعض الروايات تعبر عنه بخطيب الملائكة. كان يعرف أن الله هو الخالق، خلقتني من نار وخلقته من طين. لهذه المعرفة لوازم، إذا عرفت أنه الخالق فلماذا تعصي؟ إذا كان هو خالقك فيجب عليك أن تذعن له بالطاعة، من لوازم ذلك الإذعان. إذن المقصود بالمعرفة ليست المعرفة النظرية، فإذا ارتقى الإنسان في معرفته حصن نفسه عن الكسل والفتور. مشكلة كثير من الناس أنهم يفتقدون هذه المعرفة. العبادات عندهم أصبحت عادة وليست عبادة، فرق شاسع أصلا بين العادة والعبادة. العبادة التي يتوجه فيها الإنسان إلى الله عز وجل، يلتفت هذا الإنسان عند حضور قلب، هذه العبادة، مو العبادة التي ألف هذا الإنسان القيام بها وذهنه مشغول، فكره مشغول، قلبه مشغول عن الله عز وجل. ما هي العبادة؟ عبادة يعني الذكر لله عز وجل. إذا أنا أقف للصلاة وقلبي كله مشغول في هموم الدنيا، هذه حقيقة العبادة التي يريدها الله؟ هي فقط تسقط التكليف إذا جئنا بها حسب ما هو مقرر في الرسائل العملية للفقهاء. إذن لابد من زيادة المعرفة. الإنسان إذا لم يعرف الشيء على حقيقته لن يتعامل معه التعامل المطلوب. إذا أدرك الإنسان وعرف أهمية الشيء حينئذ يحافظ عليه، أما إذا لم يدرك أهميته أبدا. طفل رضيع، مثال بسيط أسوقه لتقريب الفكرة إلى الذهن، طفل رضيع يبكي والناس ضاجة، نأتي واحد يكتب له شيك مثلا فيه 50,000 دينار ويعطيه الطفل الصغير، اسكت اسكت يسكت هو ما يسكت، لأنه لا يعرف قيمة هذا الشيء. لكن شوف لك إنسان محتاج في أمس الحاجة إلى هذا المبلغ، عنده قطعة أرض مثلا يريد يبني ومتورط هذا المسكين، حينما تعطيه شلون يحافظ عليه؟ شلون يحافظ عليه؟ لا يفرط فيه لأنه يدرك قيمة هذا الشيء، يعرف قيمة هذا الشيء. إذن العامل الأول من العوامل التي تؤدي إلى حالة الكسل والفتور في حياة الإنسان قلة المعرفة. العامل الثاني التواني وتأجيل العمل. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من التواني يتولد الكسل. جميل هذا الحديث، شوف، من التواني يتولد الكسل. حالة الكسل، حالة الفتور تنشأ من التواني، من تأجيل العمل. ويقول في حديث آخر: تأجيل العمل عنوان الكسل. واقعا كلمات نورانية هذه الكلمات، تكشف لنا معالم الطريق إلى الله عز وجل، كلماتهم نور. حالة تأجيل العمل، تأخير العمل، هذه لا تؤدي فقط وفقط إلى تراكم الأعمال. تأجيل عمل اليوم إلى الغد أو بعد غد أو بعد أسبوع، هذه لا تؤدي فقط إلى تراكم الأعمال، بل تسرق من الإنسان حالة النشاط، تفتح نافذة. نافذة، هذه النافذة قد تصاب روح الإنسان بالكسل من خلاله. حالة تأخير العمل، حالة تأجيل العمل للأسف الشديد منتشرة، ولهذا شوف حالة الفتور، حالة الكسل. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. المؤمن الكيس الفطين لا يمكن له أن يؤجل العمل. أتعلمون لماذا؟ لأنه لا يضمن البقاء، وإذا ضمن البقاء لا يضمن السلام. أكو واحد عاقل يضمن البقاء إلى الغد؟ أبدا. أكو واحد عاقل يضمن هذه السلامة والصحة؟ لا أبدا.
يقول واحد من العلماء الأجلاء يقول كان الإيجار لما كنت بالحوزة في قم، يقول كان الإيجار مهندس شاب نشيط. هذا يوم من الأيام أراد السفر، ولم يكن السفر ضروريا، شغلة هامشية أصلا، فوالده لم يقبل، ما قبل، قال لماذا تسافر أنت ولله، أنت ولله الحمد بخير ونعمة، وهذه شغلة هامشية فلا أرضى أن تسافر. يقول هذا الشاب لم يستمع إلى نصيحة والده وإلى مقولة والده، في اليوم التالي أخذ سيارته وانطلق سافر، وهو في الطريق أصيب بحادث خطير للغاية، حادث بالغ، أخذوه إلى المستشفى، الطبيب قرر إجراء عملية قطع النخاع. قطع النخاع تعرفون شنو بعد، يعني شلل. فعلا أجريت له تلك العملية، فأصيب جسده بالشلل، فقط رأسه يتحرك، شوف فقط رأسه يتحرك، إنسان شو يضمن؟ إذن على هذا الإنسان أن يستغل الفرصة، الفرص تمر كما تمر السحاب، كما يعبر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، فاغتنموها. الإمام يقول فاغتنموا هذه الفرص، فرص ثمينة إذا فاتت لا تتكرر فيما بعد. عبيد الله بن الحر الجعفي لما فوت فرصة نصرة الحسين سلام الله عليه لم تعد تلك الفرصة إليه، وقف على قبر الحسين وأنشد شعرا وأبدى حسرته وحسافته على فوات تلك النصرة. الفرص تمر، إذن حالة التواني هذه هي المنشأ الثاني للإصابة بمرض الكسل. وصية رائعة للإمام الباقر سلام الله عليه أوصى بها تلميذه المخلص جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله عليه، وجابر هذا أشهر من نار على علم، جابر مستودع سر الإمام، علمه الإمام أسرار، رواية 4000 رواية 6000 رواية حدثه بها، كلها أسرار، ومنعه من التحدث بها. إذا كانت أسرار لعل واحدة من تلك الروايات إذا ألقيت لواحد غير مؤهل تزلزل عقيدة ذاك الإنسان. هذا الرجل خصه الإمام بوصية، وصية رائعة جدا، يقول في مقطع بل مجموعة وصايا، واحد من المقاطع في وصية من وصايا الإمام الباقر سلام الله عليه لجابر هذا، يقول الإمام وتزين لله عز وجل بالصدق في الأعمال وتحبب إليه بتعجيل الانتقال. شوف شاهدنا تعجيل الانتقال، ما المقصود بتعجيل الانتقال؟ هناك معنى، هناك معنى. المعنى الأول لتعجيل الانتقال يعني عجل بالانتقال من مرتبة كمالية إلى مرتبة كمالية أعلى، يعني لا ترضى بمرتبة إيمانية، أنت اليوم مثلا في مرتبة إيمانية لا تقبل بأن تبقى في هذه المرتبة، عجل بالانتقال إلى المرتبة التي هي أعلى من هذه المرتبة، مراتب الإيمان. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لتعجيل الانتقال ذكره أحد العلماء، يعني عجل بالإتيان بالفرائض والأعمال الحسنة الصالحة، لا تتوانى،
عليك بالتعجيل، إذا أردت أن تكون من أحباب الله فعليك أن تعجل. حضر وقت الصلاة، والصلاة في يوم التسعة من الوقت، صلاة الظهر مثلا، صلاة العصر، من الزوال إلى الغروب، متسع من الوقت. إذا أردت أن تكون من أحباب الله فعليك بتعجيل الإتيان بالصلاة حتى تكون من ضمن أحباب الله، وتحبب إليه بتعجيل الانتقال، يعني تعجيل الانتقال، انتقال الحركة إلى الله عز وجل، تقرب إليه سبحانه وتعالى من خلال الأعمال الصالحة. فعليك أن تعجل بالإتيان بها، لا تتوانى، من خلال ذلك تتحبب إلى الله. أما التزين، تزين لله عز وجل من خلال الصدق والإخلاص. شوف ليش الإنسان يتزين، لأن هناك فطرة في الإنسان، غريزة في الإنسان، الإنسان يود أن يكون محبوبا من قبل الآخرين، هذه فطرة في الإنسان من الصغر. شوف حتى الأطفال الصغار إذا تلاحظهم، شوف أحيانا يأتي الطفل الصغير ببعض الأعمال أمام والده حتى يتودد إلى قلب والديه، يتحبب إليهم، لأن فطرة في الإنسان. فالإنسان حينما يتزين حتى يبدو بمظهر مقبول، كن محبوب عند الآخر، لكن فقط الزينة الظاهرية ما تكفي، لابد من التزين بزينة الأخلاق. أحيانا تشوف إنسان جميل الهيئة، مهتم بهندامه، صورة جميلة تستهويك، لكن بمجرد أن تجلس معه قليلا تكتشف أنه عديم الأخلاق، وبالتالي لا يقع مورد محبة بالنسبة إليك. بخلاف لو جلست مع إنسان، شوف ذاك الخلق الرفيع يستهويك، تحبه. الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم، إن الله لا ينظر إلى صوركم كما يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولكن ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى الصدق عند هذا الإنسان، الإخلاص. الإخلاص ما يمكن أن نكتشفه من خلال الظاهر، لا، الإخلاص في قلب الإنسان. فإذا عاش الإنسان الصدق، عاش الإخلاص لله عز وجل، أصبح هذا الإخلاص وهذا الصدق زينة هذا الإنسان، يتزين لله عز وجل ويتحبب إليه بتعجيل الانتقام. هذا العامل الثاني، وهو عامل التواني. أما العامل الثالث والأخير من عوامل الإصابة بالكسل، مناشئ الكسل، منشئ الثالث الفوضى وعدم التنظيم. للأسف الشديد أقولها بكل صراحة، شريحة واسعة من المؤمنين تعيش كما نصطلح على البركة، ليس هنالك برنامج، ما وجود برنامج استغلال الوقت، ليس هنالك تنظيم في حياة هذا المؤمن ليستغل هذه الأوقات. الوقت ثمين، الوقت رصيد هذا الإنسان، الوقت وقت الإنسان ثمين للغاية، وقت بمثابة الخزائن، على هذا المؤمن أن يملأ تلك الخزائن، يملأ تلك الخزائن بالنافع والمفيد. وعمر الإنسان إنما يحسب حقيقة للإنسان بمقدار ما قضى من وقته في طاعة الله، هذا هو عمر الإنسان الحقيقي. مو عمر الإنسان والله من الولادة إلى الموت، لا، إذا أردنا نحسب عمر الإنسان حساب صحيح، حساب حقيقي، خل نحسب كم من الوقت قضاه هذا الإنسان في طاعة الله، في مرضات الله، هذا هو عمر الإنسان الحقيقي. يقول صاحب كتاب معجم البلدان، في أحد أسفاره مر بقرية
يقول لفتت انتباهي في تلك القرية أن المقبرة في وسط القبور، في وسط البيوت. المقبرة مو بعيدة، وعادة يتم تخصيص مثلا قطعة أرض كمقبرة تصير على أطراف البيوت أو خارج القرية. يقول لا، هذه المقبرة في وسط البيوت. والشيء الثاني الذي لفت انتباهي في تلك المقبرة أن الأموات أعمارهم قصار، كل واحد مكتوب على قبر عمره، واحد سنتين، واحد ثلاث، واحد سنة، واحد أربع، واحد خمس، فقط في هذا الحدود. يقول أنا تعجبت، قلت للبعض منهم وجود المقبرة في وسط البيوت لعلي ألتمس له مخرج، تريدون أن تذكركم هذه القبور الآخرة، لكن لماذا أعمار الأموات لا تتجاوز الأربع سنوات أو الخمس سنوات؟ يعني كل اللي يموتون من عندكم في هاي القرية كلهم أطفال صغار، الكبار ما يموتون؟ يقول ابتسم واحد منهم قال لا، هذه الأعمار هي الأعمار الحقيقية، لأننا نلحظ فقط وفقط ما قضاه الإنسان في طاعة الله. كل واحد منا يسجل عنده سجل، والله اليوم قضيت هلقد دقيقة، اليوم خصصت هلقد ساعة، كل هذه تجمع وتكتب عمر هذا الإنسان. يعني فقط وفقط المقدار الذي قضاه في طاعة الله. على قولة واحد من العلماء يقول على هالحسبة لو نريد نحسب كان نسجل سقط على قبور، ماكو ماكو. على كل حال، إذن هذا الإنسان عليه أن يستثمر هذه الأوقات، أوقات ما شاء الله تضيع هدرا، يستثمرها من خلال التنظيم. حالة الفتور والكسل هذه بسبب عدم التنظيم. الحسين سلام الله عليه وأصحاب الحسين نلحظ في حياتهم التنظيم الدقيق، وتحدثت في جلسة في ليلة من الليالي عن حسن التدبير عند الحسين سلام الله عليه. حسين كل خطوة من الخطوات جعل لها تدبيرا دقيقا، تنظيم رائع عند الحسين سلام الله عليه. شوف، وصل إلى أرض كربلاء، ماذا صنع الحسين؟ نزل بأرض كربلاء، نظم الخيام ورتب، وما عنده جيش الحسين. الحسين ما عنده جيش، لا، الحسين عنده نفر قليل، يعني 72 في قبال 30,000، هذا يسمونه جيش. يعني أنتوا الآن قيسوا المسألة، 72 في قبال 30,000، مو جيش، فرقة عند الحسين. لكن مع ذلك شوف، رتب كما لو كان عنده جيش، ميمنة ميسرة قلب، لما أخذ يوزع الرايات على أصحابه جعل القلب الراية العظمى بيد أبي الفضل العباس سلام الله، وأخذ يوزع الرايات، يوزع الرايات على أصحابه بطل بعد بطل، لكن بقت راية أفردها الحسين، أسندها في طرف الخيمة، فتطاولت إليها الأعناق، قال أنتم لها كفء، ولكن لهذه الراية رجل يركزها في قلوب القوم. وصار أصحاب الحسين ينتظرون، من هذا الرجل؟ من هذا الرجل؟ أحد الشعراء عند أبيات لطيفة،
لطيفة يصور فيها وكأن الحسين يوزع الرايات. زينب سلام الله عليه تنظر إلى الحسين وشوف أصحاب الحسين مستبشرين بتلك الرايات. زينب تروع قلبها لما شافت تلك الجموع، لأن كربلاء امتلأت بالخيل والرجال. زينب أخذت تخاطب الحسين: أبا عبد الله، أين أنصارك؟ وين أنصارك؟ تخاطب الحسين: يا حسين، ضاقت كربلاء بالخيل والقام خيل وزلم والسيوف مصطكة، يا مظلوم يا ابن البتول، ان كان هالعسكر الجرار كل عليك مجندين، وين الانصار؟ قالت يا خويا، قالها يا حسين يا حسين، ضاقت كربلة بالخيل والقوم خيل وزلم وسيوف مصطكة، يا مظلوم يا ابن البتول، ان كان هالعسكر الجرار كل عليك مجندين، وين الانصار؟ لكن يا خويا للمدينة طرش اخبار، بلكي يجينا محمد بالحرب جيده، عسكر برايات اسن يا ضي العين، وانت يا ابو السجاد رايات الحرب وين؟ الله. قال اخي زينب: لأنعمنك يا عينا. التفت الى ابي الفضل: يا ابا الفضل، علي بالصفط الفلاني. جاء اليه بذلك الصندوق، اخذ الامام يوزع الرايات، فتح الصندوق، شاف تلك الرايات انفجر بالبكاء. تذكر رسول الله، تذكر أمير المؤمنين، تذكر الحسن، ثم أخذ يوزع الرايات على الأبطال، وكل بطل يأخذ الراية يهزها وينتخي أمام الحسين سلام الله عليه. هذا وزينب تنظر إلى الحسين وأصحاب الحسين بتلك الحالة، كأني بها أخذت تنادي: إلا بلكي محمد يجي، يا حسين دع قدرايته وبين المخيم يا خو، يا حسين زين في بني عدنان، والأنصار كل ملع على وراية العظمى حملها ابو الفضل راعي الشي، وراية محمد في وينه لو بعت من السه، شي الفكر لو جاك متعني وسأل عن رايت، صاح سكتي يا حزينة، فطرت قلبي يا زينب، صاح سكتي يا حزينة، عنك محمد بعي، باع أخويا السهم مني وحصل الفرصة يا زي، لازم تشوفين جسمي معفر فوق الصعي، أبو الفضل يم الشريعة معطلين جنازته. أفرد الحسين تلك الراية، ثم كتب كتابا إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي يدعو فيه إلى نصرته، وكان حبيب هذا ينتظر بفارغ الصبر قدوم كتاب الحسين سلام الله عليه. يقول الراوي: بين حبيب في داره وإذا بالباب تطرق، قام حبيب فتح الباب وإذا به يرى بعضا من بني عمومته أدخلهم الدار، جرى حديث بينه وبينهم، والحديث يومئذ عن نزول الحسين أرض كربلاء.
الأسدية خلف الستر، زوجة حبيب الأسدية خلف الستر تستمع. سأل بعضهم حبيب، قال ما تقول يا حبيب، ما رأيك يا حبيب في الأحداث التي قائمة؟ فقال ما لنا والتدخل بين السلاطين، أن هناك عيون لابن زياد، قال ما لنا والتدخل بين السلاطين. فقالوا جزاك الله خيرا يا حبيب، ودعوه وخرجوا. لكن بمجرد أن خرجوا من الدار وإذا بالأسدية جاءت وقفت على رأس حبيب، ما هذا الذي سمعته منك يا حبيب؟ ألم تسمع بالأخبار أن الحسين نزل بأرض كربلاء وهو بلا ناصر ولا معين؟ يقولون أراد أن يختبرها، قال أخاف عليك من الترمل، أخاف على أولادي من اليتم. وإذا بتلك المرأة الأسدية تلتفت إلى حبيب، اتقل يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرة حاير ويكسر الخاطر، لو تعاينها كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لنا صر يا حبيب وعندها اطفال، وكان راح حسين ما يرتفع للشيعة، ترضى لي بالخدور وحسين تهتك عهلت، ظلت تنادي يتخمش بالخدود مفرع، كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المع، جيب لعمامة يبين عمي يخذ المك، وظل حبيبي عايني لها وغصب هلت دمعي، صاح ما يحتاج هالنخوة دبطل من الوني، أنا عبد ابن الرسول وعبد أمير، أنا ذاب قلبي من سماعت، يحق له والله يحق له أن يذوب قلبه، أنا ذاب قلبي من سماعت بكربلة خيم بين جيمان الأعادي والعساكر حاطت. التفت إلى غلام له يقال له مبارك، قال بني مبارك، قال لبيك سيدي، قال انطلق وهيئ الفرس وانتظرني عند بساتين الكوفة. راح الغلام هيئ الفرس وصار ينتظر قدوم حبيب، كأنما أبطأ حبيب على الغلام. لما صار قريب من الغلام وإذا به يسمع الغلام يخاطب الفرس، لئن لم يأتي سيدي ومولاي لأمتطين صهوتك وأمضي للجهاد بين يدي سيدي ومولاي الحسين. فصاح حبيب الله أكبر، حتى العبيد تتمنى نصرتك يا أبا عبد الله. وصل التفت إلى قال بني مبارك، قال لبيك، قال انطلق فأنت حر لوجه الله. الله شلون يسوي؟ وهب الحرية. وقف الغلام ينظر إلى حبيب ودموعه جارية على صحن خده، يخاطب حبيب، والله ما أنصفتني يا حبيب. قال ولم؟ لقد وهبتك الحرية. قال أنت تمضي لنصرة سيدي ومولاي الحسين وأنا أبقى، والله لا فارقتك حتى يختلط دمي بدمائكم تحت راية الحسين. فجزاه حبيب خيرا وأردفه معه وأقبل نحو الحسين. الحسين جالس ظهيرة ذلك اليوم مع فتيان بني هاشم، وإذا بالغبرة ترتفع. صاح الحسين قوموا واستقبلوا عمكم حبيب،
رحمة الله عليك يا ملا عطية. يقول ما حلى ذيك الشمايل يوم طب الكربة، ما حلى ذيك الشمايل يوم طب، طلع عباس البطل باولاد اخوي مرحبا يقل للشهيد وزينب تقل، وصل مستبشر لابوسك نوتنا والراي، جاه من زينب سلام ومدمع في الحالسة، واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيا، صاح يا وسفة يا زينب تركبين على الجماع. الله، ماذا قال حبيب؟ الرواية تقول جاء حبيب وقف عند خيمة العقيلة رافعا صوته: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. فأجابته زينب: وعليك السلام يا حبيب. الله الله، في نصرة الغريب. وإذا بحبيب ابن مظاهر يخاطبها، شنو قال؟ آه آه، نادى آه آه لوجدك يا زينب، آه لوجدك يا زينب، يوم تركبين على بعير ضالع ورأس الحسين على رمح طويل، ألا من مناد وحسينا. ومن حوله رؤوس أهل بيته وأنصاره، وأما رأسي هذا فيعلق بلبان الفرس تركله الخيل بأرجلها، ألا من مناد وحبيبا. ساعد الله قلب الحسين. يقول الراوي: بقى حبيب إلى وقت صلاة الظهر، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. فلما نادى المنادي بالقتال قال حبيب للحسين، لما نادى المنادي بالقتال صاح الحسين: قولوا لابن سعد حتى نصلي، يوقف القتال حتى نصلي، عظم الله أجوركم. فصاح الحسين بن النمير لعنة الله عليه: صل يا حسين، إن نفعتك الصلاة فإنها لا تقبل. فاستشاط حبيب غيظا، قال: أتزعم أنها لا تقبل من ابن بنت رسول الله وتقبل منك يا خمار؟ فتقدم الحسين بن النمير إلى الميدان، فاستأذن حبيب بالخروج إلى الميدان، أذن له الحسين فخرج إلى الميدان. اختلف مع ذلك اللعين بضربات، عاجله حبيب بضربه أسقطه من على صهوة جواده، وهم بضربه فاحتوشوه من كل صوب ومكان واستنقذوه. ثم بعد ذلك توجهوا إليه فشد فيهم على كبر سنه: آجركم الله، أحسن الله لكم العزاء. وهو يرتجز ويقول: أنا حبيب وأبي مظاهر، أنا حبيب وأبي مظاهر، فارس هيجاء وليث قسور، قتل منهم مقتلة عظيمة، عظم الله أجوركم.
فبينما هو يقاتل إذ كمن له ذلك اللعين فضربه بالسيف على رأسه. أي رحم الله من نادى وحبيبا وسيدا ومصيبتا فهوى إلى الأرض صريعا فجاءه الحصين فاحتز رأسه. ألا من مناد وحبيبا فانقض الحسين من المخيم إلى مصرع حبيب وهو يقول رحمك الله يا حبيب فلقد كنت تختم القرآن في ليلة واحدة. أويلي أويلي إلا يا حبيب ما تقعد اتعاين حالة حسين. يا حبيب ما تقعد اتعاين حالة حسين ويزهر ويا مسلم ويبرير المحبين. انا ظليت يا رجالي بلا ناصر ولم عين بس العدا بجموعها حاطت علي. نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم نالوا بنصرته مراتب عالية. يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمورنا خيرا. عندنا مجموعة من المرضى في أمس الحاجة إلى الدعاء، نتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب